ما مدى تأثير الواقع السياسي والأمني على الاقتصاد اللبناني؟ وهل من حلول قريبة للملفات العالقة؟ رأي للمحلل الاقتصادي الأستاذ إبراهيم عوضة. أستاذ إبراهيم، نحن مثل ما نعرف اليوم الواقع السياسي له أثر كبير على المؤسسات الدولية، على المؤسسات الكبيرة والمؤسسات الصغيرة. هل برأيك هناك حلول؟ الوضع السياسي المأزوم حاليا واللي ترجم في الآونة الأخيرة بفشل الطبقة السياسية بانتخاب رئيس جمهورية، عنا شغور في الرئاسة، عنا تعطيل في المجلس النيابي، عنا تعثر في العمل الحكومي، من هون بنشوف كل وعنا ملفات متوارثة مؤجلة مأزومة، يعني لا بيقرروا حلها، لا بقولوا مقبولة هالملفات نحلها، أو ما بيقولوا إنه هالملفات غير قابلة للتحقيق وطويناها. طالما السياسيين على ما هم عليه من أداء، وطالما ما في اتفاق بعد بين الدول الكبرى أو الدول الإقليمية المعنية بالوضع اللبناني بالوضع المنطقي، فالملفات الاقتصادية والاجتماعية إلى مزيد من التأزيم إن شاء الله لا، ولكن ليس هناك من حلول قريبة. نتمنى إيجاد حلول، ولكن قبل ما نشوف يعني انتخاب رئيس جمهورية، وكمان صار مرتبط، يعني كله مرتبط، يعني المشكلة انه عبرتوا ملف بملف، يعني الناس اللي بيقولوا انه الفريق الثاني اللي بيعطل انتخابات رئيس جمهورية مفروض نعطله اجتماعات المجلس النيابي، اللي بده يعطلوا له اجتماعات المجلس النيابي هو بده يعطل اجتماعات الحكومه، وبالتالي المواطن هو اللي يدفع الثمن. وهالشيء مشان هيك عم نشوف ازمه مي، ازمه كهرباء، ازمه ملف سجل الرواتب، دخلوا على الخط من جديد ازمه رواتب اجراء القطاع العام. يعني وصلنا الى مرحله لم يعد بوسع المواطن انه يتحملها، سيما وانه الرواتب اللي معمول فيها سواء بالقطاع العام او بالقطاع الخاص في ظل هذا الغلاء المتفشي واللي ما عم بيلاقي مين يرضع ويحد منه، لا بتعد تكفي الناس يعني. وبالمقابل اضافه الشيء انه كل الخدمات الاجتماعيه الصحيه كلها معدومه صارت، يعني بيكفي الانسان لا سمح الله اذا تعرض يضطر يدخل المستشفى وما كان مضمون، يعني ما في بلد ما عندها رعاية صحية لكل المواطنين إلا بلبنان، يعني ما عندنا رعاية صحية، بنحكي بمشروع الرعاية الصحية من 5 سنين ما صار شيء، بنحكي بنظام تقاعد وحماية اجتماعية، نظام الشيكوخة، صار 20 سنة بينبحث، صار معمول يمكن من فوق 50 مشروع قانون، ولحد هلا ما مشي شيء، يعني ما بينحكى بشيء وبيمشي. أستاذ إبراهيم، يعني كما يبدو أن الحلول السريعة هي بعيدة المنال في لبنان انطلاقا من استمرار الأحداث الأمنية داخليا وخارجيا.